بدأت شغل في شركة هواوي في أغسطس 2018. اللي ما يعرفش شركة هواوي دي هي شركة تابعة للحكومة الصينية، وهي واحدة من أكبر الشركات للاتصالات والمحمول في العالم كله. المشروع اللي أنا كنت شغال فيه كان هايل، والمديرين الصينيين بتوعي في المشروع ده كانوا محترمين جدا. خلصت الأجازة ورجعت تاني للشغل بتاعي في هواوي، للأسف على خبر مش كويس خالص. قال لي ساعتها إن أنت هتتنقل تيم تاني خالص، مشروع جديد تماما، حاجة اسمها الـ EME. رحت قابلت التيم، تلات أرباع هم طبعا صينيين. تفائلت خير ان شكلهم لطيف، خصوصا واني لسه معرفش اي حاجة عن اللي هم بيعملوه، ولكن للأسف كلهم كانوا كويسين جدا ما عدا البني ادمة دي، كيت، اسوأ حد انا اشتغلت معاه في حياتي. عندها استعداد البني ادمة دي انها تدوس على اي حد وتعمل اي حاجة علشان تظهر وتبان وتوصل للي هي عايزة. اول ما وصلت استراليا كان تفكيري كله بقى اني ابدا اخرج واقابل ناس واعمل صداقات واصاحب بنت اجنبيه وارتبط كمان، وليه لا، انا من زمان وانا عاوز ارتبط ببنت اجنبيه واعيش بره واكمل كل حياتي بره، وكانت اول خطوه هي اني اهاجر واطلع بره مصر. ده كان حلمي، ولكن الواقع هنا للاسف كان بيقول حاجه تانية. الواقع هنا كان بيقول اني شاب عربي مسلم، وللاسف الناس هنا وخصوصا الاستراليين اغلبهم ما سافرش اصلا بره استراليا، وحتى اللي سافر منهم عمره ما فكر انه يروح البلاد بتاعت الشرق الاوسط بتاعتنا او البلاد المسلمه دي. فكل اللي كانوا بيسمعوه للاسف عن العرب والمسلمين في الشرق الاوسط خلاهم يفتكروا ان احنا كمسلمين متشددين جدا. ده غير ان اسمي كان بيخلي الناس تفتكرني باكستاني او نيبالي او هندي، والاصعب من ده كله ان في الاول كنت بعاني اني افهم اللغه اللي هم بيتكلموها، عشان كمان السلانجز، الكلمات اللي بيحشروها في وسط كلامهم وطريقه نطقهم اصلا للكلام اللي بيتكلموها غير الانجليزي اللي احنا اتعلمناه خالص اللي هو الانجليزي الامريكاني. هنا طريقة نطقهم مع كلمات السلانج دي خلت الموضوع بالنسبة لي صعب جدا. كل الحاجات دي خدت بالي منها لما كنت عايش في الهوستل بقى في السيتي في أول فترة لما وصلت هنا استراليا، وبقت خايف إني أخرج وأتكلم مع أي حد، ما كانش عندي أي ثقة في نفسي. وزود على ده كله إني كمان كنت شغال كاشير في محل. أه طبعا الشغل مش عيب، بس أنا ساعتها كنت محرج وخايف إني لو خرجت وتعرفت على ناس وسألوني أنت شغال إيه أقول لهم أنا شغال كاشير في محل. علشان كده في أول ست شهور دول كنت بفضل إني أقعد لوحدي وما اختلطش بناس قوي. بمجرد بقى ما اشتغلت في شركه هواوي بقيت خلاص مطمن ان عندي شغلي وكمان في دخل ثابت، والانجليزي كمان اتحسن من شغل الكاجوال خلال الست شهور اللي فاتوا. بقى في عندي بقى شويه ثقه ان لا، لازم ابدا اخرج واشوف واتعرف على ناس. بس ساعتها ما كنتش اعرف اروح فين، التجمعات دي بتحصل فين اصلا، وكمان امتى، ايه الاوقات اللي التجمعات دي بصفه عامه بتحصل فيها والناس بتروح تتكلم فيها مع بعض. ما كنتش اعرف عن التجمعات دي اي حاجه، ولكن كل ده اتغير لما اتعرفت على حسام. حسامه علشان هو بيسافر كتير فعارف كذا برنامج، وعن طريقهم بيبقى عارف امتى بالظبط التجمعات دي وفين بالظبط كمان بتحصل. ده غير ان الانجليزي بتاعه كان طبعا احسن مني، وانا كنت بروح معاه التجمعات او الميت ابس دي اشوف هو بيعمل ايه واحاول اعمل بالظبط زيه. من اشهر التجمعات اللي قال لي عليها حسام وبقينا بنروحها تقريبا كل يوم اربع بعد الشغل، تجمع اسمه سيدني لينجوس. ده تجمع بيتعمل مره في الاسبوع في واحد من اشهر البارات اللي بتطل على المحيط في منطقه في سيدني اسمها دارلينج هاربر. التجمع او الميت اب ده هدفه ان انت لو عايز تتعرف على اي حد من اي ثقافه تانية او تتعلم اي لغه تانية بتروح هناك وبتطلع علم او بتعلق علم البلد اللي انت جاي منها واللغات اللي انت بتتكلمها، وكمان بتعلق علم اللغه اللي انت عاوز او بتحاول تتعلمها، وبتدخل الميت اب ده تدور وتتعرف على ناس وتعمل صداقات، وممكن كمان تلاقي حد معلق نفس العلم بتاعك، وده معناه انه من نفس البلد او عارف او بيتكلم نفس اللغه اللي انت عاوز تتكلمها. ففي كل الحالات انت هتقابل ناس حرفيا من كل حته في العالم. كل يوم اربع بنروح هناك، مش اقل من 200 شخص بيكونوا هناك، وانا مره بعد مره بدات اخد ثقه وابدا بقى ابعد شويه شويه عن حسام واحاول انا بقى اروح اتعرف بنفسي على ناس علشان اخد ثقه. لما رجعت من كوينزلاند مع عمر وجورج اصحابي واللي كنت اتعرفت عليهم من التجمع بتاع سيدني لينجوس ده، بدات الشغل في المشروع الجديد بتاع هواوي مع التيم الجديد. واول يوم قعدت مع مديرتي لورين الصينيه عشان تشرح لي هم بيعملوا ايه اصلا، طبيعه شغلهم ايه، ايه الاي ام اي اللي احنا هنشتغل فيه ده اصلا. وطول الوقت طول ما احنا قاعدين قاعد جنبي كده في
ميتنج بنت صينيه ماسكه نوت بوك كده كراسه وعماله طول الوقت تسجل في ملاحظات. ساعتها لونا المديرتي قالت لي دي يا ادم كيت هي الدراع اليمين بتاعي في المشروع هنا، يعني هي اللي انت هتسلم لها الشغل، وكمان هي اللي هتكون مسؤوله عن التريننج او التدريب بتاعك، وهي كمان اللي هتقيم شغلك ومستواك هنا معانا في التيم. بمجرد ما خلصنا الميتنج انا ولورا المديرتي لقيت كيت دي قامت واقفه كده مره واحده وسالتني قدام مديرتي، تفتكر يا ادم انت محتاج وقت تقريبا قد ايه عشان تبدا تشيل شغل؟ انا ساعتها ما صدقتش هي بتقول ايه، وقت ايه اللي انت بتتكلمي عنه ده، انا لسه اول يوم. ساعتها كنت عاوز اقول لها انت بتستهبلي صح، انا بقالي معاكوا ساعتين بالظبط، بس حاولت اكون ساعتها هادي ودبلوماسي، قلت لها لا مش عارف الصراحه انا لسه اول يوم والموضوع جديد تماما عليا، بس مش اقل من شهرين لثلاثه عشان اكون اتعلمت وفهمت كل حاجه واقدر اسلمك ساعتها شغل اكون انا راضي عنه بنسبه 100%. هي قامت ماسكه في الكلمه وقالت لي خلاص يا ادم معاك 3 شهور، انا كل اسبوع هقعد معاك ساعتين ثلاثه تدريب، هشرح لك حاجة انت تاخدها وتذاكرها وتفهمها كويس قوي، وتيجي المرة اللي بعدها تشرحها لي، وخلي بالك هسألك فيها في المرة اللي بعدها. انا سمعت الكلمتين دول وفي دماغي عمال اقول تسأليني هو احنا فين هنا، هو امتحان؟ بس قلت لها خلاص مفيش مشكلة. وفعلا بدأنا كل كام يوم ندخل أوضة وتقعد تشرح لي بالساعات ايه اللي هي وباقي التيم بيعملوه وبيعملوه ازاي، وبعد كام يوم نقعد تاني مع بعض وانا بقى اللي اشرح لها انا فهمت ايه من اللي هي قالته اخر مرة، وهكذا. فضلنا على الحال دوت اسابيع. طبعا انا في اول 3 شهور دول كنت فعلا مضغوط جدا لاني بذاكر وكمان بشتغل في نفس الوقت، وطول الوقت حاسس اني تحت ضغط، مطلوب مني افهم كل حاجة علشان هي هتسألني في كل كلمة كانت بتشرحها لي. وبنت اللذينة كمان كانت بتخلي لورين مديرتي تيجي تحضر في الاوقات اللي انا هشرح فيها وتحاول ساعتها تسألني في كل حاجة قدامها، فكل مرة كنت بحس ان انا عاوز انفجر من كتر الضغط العصبي اللي انا طول الوقت حاسس ان هو محطوط علي. واللي زود بقى الطينة بلة اني لما اشتغلت في المشروع ده وعرفت ان المشروع ده مكمل لحد اخر السنة واتطمنت ان انا بقى مستقر ماديا والفلوس ساعتها جريت في ايدي، كل اللي كان هممني وقتها اني عاوز اصاحب ويبقى عندي اصحاب. وطبعا زي اي شاب عربي جاي هنا في الغرب كنت منجذب ساعتها اكتر ان يكون عندي صحاب بنات، وكان كل تفكيري وقتها اني عاوز اصاحب وارتبط ببنت اوروبية او استرالية، ما كنتش حابب او ما كنتش عاوز افضل لوحدي تاني خالص، كفاية كده بقى. وعشان ساعتها كنت ساذج عملت اول غلطة او اول مصيبة انا عملتها هنا في استراليا، انا عاوز اصاحب ولسه ما عنديش ثقة في نفسي قوي. طب الثقة دي تيجي منين؟ من الشكل والعضلات بقى وان انا ابدأ اظبط جسمي. خلاص يبقى الحل ان اروح الجيم واعمل دايت، بس الكلام ده هياخد وقت طويل وانا عاوز نتيجة سريعة، طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ رحت ساعتها اشتركت في اغلى جيم في استراليا، واحد من اغلى الجيمات في العالم كله، Ultimate Performance. عن طريق تدويري على النت عرفت ان الجيم ده غالي علشان هو بيعين ليك بيرسونال ترينر او زي مدرب كده خاص بيك بيكون معاك انت طول الوقت. المدرب ده بيكون مسؤول عن تدريبك وعن اكلك وعن كل حاجه خاصه بيك خلال مده ال 12 اسبوع اللي هو البرنامج اللي هما بيكونوا حاطينه لك، وبيتابع معاك كل اسبوع لحد ما توصل بقى للوزن المثالي والشكل المثالي بتاع جسمك ويبقى عندك بقى 6 باكس. ولما شفت صور الناس اللي هما حاطينها على الموقع قبل وبعد انبهرت من شكل الناس وقلت هو ده الجيم فعلا اللي انا عاوزه. وخلال الثلاث شهور اللي جايين بقى انا هبقى واد مزة قوي بقى عضلات وشكل وبتاع، وساعتها هيكون عندي ثقة في نفسي ان اقدر اتعرف واخرج واتعرف على اي بنت ووقعها كمان في دباديبي بقى من اول نظر. كنت لسه متأثر ساعتها بالمقولة العظيمة اللي بتقول ان المصري لما يروح في اي حتة البنات كلها تجري وراه. رحت الجيم وبالرغم من انه كان غالي جدا بحوالي 6000 دولار، يعني تقريبا 68,000 جنيه وقتها في خلال 3 شهور بس، ولكن اشتركت وتعين ليا مدرب ايراني اسمه علي، شافني وقال لي على كل الحاجات الممنوعة منعا باتا، مفيش سكر ولا فواكه ولا لبن، وقال لي لازم تمشي مش اقل من 10,000 خطوة كل يوم، ولو عاوز جسمك يوصل للشكل واللي انت عايزه بالظبط خلال ال 12 اسبوع دول لازم تمشي على الدايت ده بحذافيره. اتفقنا ان احنا نتقابل 4 ايام في الاسبوع قبل شغلي الساعة 7 الصبح. وساعتها ظهرت عندي للأسف مشكلة جديدة، هو ان الجيم دوت في السيتي وانا ساعتها كنت ساكن
في الوقت دوت في إيبنج. إيبنج دي حوالي ساعة من السيتي بالترين، فساعتها كنت بضطر أصحى 5 الصبح علشان أعرف أروح السيتي الجيم بتاعي الساعة 7، أخلص التمرين بتاعي وبعد كده أخد دش سريع جدا، وبعد كده أطلع بقى أركب الترين تاني علشان أروح شاتسوود اللي فيها المبنى بتاع هواوي اللي أنا شغال فيه. كل ده لازم يخلص قبل الساعة 9 الصبح. أنا نقلت إيبنج علشان أنا كنت شغال ساعتها في أوبتس، بس دلوقتي أنا ال3 شهور اللي جايين دول محتاج أكون جنب السيتي. الجيم وشكل جسمي وثقتي بنفسي كانوا هما شغلي الشاغل في الوقت ده، وما كانش في دماغي أي حاجة غيرهم. الجيم وجسمي في الفترة دي كانوا أهم حاجة عندي، كانوا ساعتها حتى أهم عندي من هواوي وشغلي فيها، وإن أنا لازم بقى أبدأ أقرأ وأتعلم كمان الشغل الجديد، خصوصا في وجود البني أدم السخيفة دي اللي وقفالي على أي غلطة في الشغل. ساعتها عملت تاني غلطة أنا بندم عليها والله كل يوم لحد دلوقتي، وهي إني كلمت الحيوان الجزمة المصري ده أسأله لو الأوضة اللي أنا كنت قاعد عنده فيها لسه فاضية ولا في حد سكن فيها بعد لما أنا مشيت. قال لي لا لسه فاضية، وللأسف زبطت معاه أني بعد 2 أسبوع هرجع أعيش معاه تاني. لحد دلوقتي أنا مش متخيل أن أنا اللي طلبت منه أن أروح أعيش معاه، بس ساعتها للأسف ما كنتش أعرف أنه شخص زبالة فعلا. يوم النقل بتاعي اللي احنا متفقين عليه من إيبنج لعنده، لقيته جايب عربيته ركنها قدام البيت عندي، وأن هو بيقول لي أن أنا هو هيساعدني يعني أن أنا أنقل حاجتي من إيبنج لحد البيت عنده جوه عربيته. كان مبسوط قوي ساعتها أن هرجع أعيش معاه تاني، وقال لي أن ما جاتش فرصة أن احنا نخرج ونعمل حاجات مع بعض المرة اللي فاتت، وانه ملحقش يتعرف عليا في الفترة الاولانية اللي انا كنت قاعد فيها عنده قبل كده، واننا بقى لازم نبدأ نخرج اكتر مع بعض ونعمل حاجات مع بعض كتيرة الفترة اللي جاية. من اواخر شهر يناير وعلى مدى ال3 شهور لحد اخر شهر ابريل قضيت فترة غريبة جدا، فترة للأسف وحشة جدا جدا خلال الاسبوع، علشان انا محتاج اذاكر واشتغل، وكمان طول الوقت حاسس ان انا مضغوط، وكل مرة بشوف فيها كيت سواء بقى وهي بتشرح لي او انا بشرح لها او هي بتطلب مني شغل او بصفة عامة كده، اول ما عيني بتيجي في عينيها واحنا قاعدين خلاص بقى عندي يقين ان البني ادمه دي حطاني في دماغها طول الوقت. وانا بعترف اني كنت غبي، لان الدايت اللي انا كنت بعمله في الفتره دي كان منيل الموضوع اكتر، دايت ما فيهوش اي كربوهيدرات ولا فواكه ولا سكر، مجرد شويه خضار الياف وبروتين، فما كانش عندي اي طاقه اني اذاكر ولا اشتغل، وده صعب موضوع المذاكره اكتر عليا. ولكن في نفس الوقت وعلى الناحيه التانية الفتره دي كانت حلوه قوي قوي، لاني في الاجازه في الويك اند بتاعتي كنت بفصل تماما، وبدات ساعتها اخرج وثقتي بنفسي زادت جدا، معايا فلوس وشغال مهندس، وكمان اللغه اتحسنت كتير جدا عن قبل كده، ده غير ان انا بقيت اروح الجيم، فالعضلات بقى والفورمه بدات تبان وتظهر وكده، وساعتها حسيت ان انا ماليش زي. وللاسف بدا ساعتها الغرور بقى يسيطر عليا ان انا احسن من اي حد وما يفرقش معايا اي حد. كان اول مره في حياتي احس بكم الثقه بالنفس دي، لدرجه ان في يوم وانا في التجمع بتاع اللغات دوت اتعرفت على بنت من ضمن جروب كنت بتكلم معاهم، وهي شافتني ساعتها معلق علم استراليا، ولما سألتها انت منين وقالت لي ساعتها انا من اسرائيل، انا عادي جدا كملت كلام معاها، مش بس كده لا ده انا من بجحتي مش هلم الموضوع، لا قمت واخد معاها صورة ونزلتها على الانستجرام عندي، وكتبت تحتها دايما كنت بسأل نفسي رد فعلي هيكون ايه لو قابلت حد من اسرائيل، النهاردة ده حصل وانا مبسوط جدا اني قابلتك، احنا اصحاب ودعوة للسلام ولا للحرب. قمة الغباء والسطحية والبجاحة مني، وطبعا كل اصحابي دخلوا ساعتها شتموني ومعاهم حق طبعا، بس انا ساعتها كنت مغيب تماما وشايف اني انا صح وكل الناس التانية غلط، ولا كان فارق معايا ساعتها اي حد. الثقة لما بتقرب لغرور للأسف بتكون حاجة وحشة قوي، وانا ساعتها كنت بعيش احساس عمري في حياتي ما حسيته. ولد 27 سنة لا كان ليه في اي حاجة وهو في مصر، جه هنا استراليا في المجتمع الغربي دوت، بيخرج كل يوم مع بنات وولاد من كل حتة في العالم، وسهر ورقص وشوي وبحر وعالم تاني خالص. الحاجات دي كلها كانت جديدة عليا تماما وقتها، عمري ما حسيتها ولا عشتها قبل كده. واللي خلاني ادوس اكتر وما يفرقش معايا ان حظي المهبب وقعني في بنت اوروبية كما قال الكتاب، أوروبية بامتياز. اتقابلنا في واحد من الميتابس وبقينا صحاب، وكل ويك اند نخرج مع ناس ونروح شواطئ نقضي اليوم كله هناك، وأوقات كتيرة قوي كنا نشوي، وبالليل نروح بارات ونرقص لحد تاني يوم الصبح.
أنا كنت ساعتها مبهور باللي هي بتعمله، بتعمل اللي هي عايزاه وملهاش دعوة بآراء الناس ولا فارق معاها، وبالتالي أنا بقيت زيها شايف أني أنا صح ومش فارق معايا كلام الناس ولا كلام أي حد. طبعا أنا مش بقول أن اللي كنت بعمله ده كان صح وقتها ولا بحاول أبرر أي حاجة، لا طبعا كان غلط جدا وأنا ندمان عليه أن أنا الفترة دي ما كنتش قريب من ربنا قوي. أنا كان ممكن أطلع أقول دلوقتي أني كنت ملتزم جدا، بفوتش صلاة وما كنتش حابب أحتك بيهم ولا أتعامل معاهم خالص، بس ساعتها انا كنت هبقى بكذب لان مش ده اللي حصل، وانا اخدت عهد على نفسي ان احكي كل حاجه زي ما حصلت وقتها بالتفصيل، لعل اللي انا بقوله دوت يفيد حد بعد كده وما يقعش في نفس الغلطات اللي انا وقعت فيها لما جيت هنا. انا للاسف الفتره دي كنت مبهور بالغرب وخصوصا البنات هنا، كل همي كان اني احاول ابان وابقى زيهم بشتى الطرق بحيث اعرف اتصاحب على بنت اوروبية، وهم سبحان الله مرسومين وحلوين جدا زي القمر فعلا، وممكن في مرحلة ما عشان هم قدامك انت بتتكلم معاهم وشايفهم ملكات جمال وزي القمر تنجر معاهم للأسف في اللي هم بيعملوه حتى لو دوت مخالف لدينك ومبادئك اللي انت اتربيت عليهم. بالرغم من اني كنت منساق وراها زي الأعمى، بس من جوايا كنت رافض تماما لكل حاجة هي بتعملها، وكل شوية عمال احذرها وانبهها اللي بتعمليه ده غلط، لحد ما هي اللي نبهتني الحاجة فيا، اخدت مني وقت طويل جدا وسنين علشان اعرف للاسف اغيرها. كل مره كنا بنخرج فيها مع بعض سواء انا وهي او حتى واحنا ضمن جروب، طول الوقت واحنا قاعدين اقعد اقول لها مش كفايه كده، انت كده شربتي كتير، كفايه كده عليكي النهارده، اللي هو بحشر نفسي في حاجه مش بتاعتي اصلا. لحد ما هي جت في مره وقالت لي بكل صراحه، ادم احنا اصحاب او كل حاجه وانا بعزك، بس انت ليه بتتدخل في حياتي، اشرب ولا ما اشربش، اللي هو انت مالك؟ وفعلا كان معاها حق، انا مالي، دي صحتك وفلوسك، بس علشان انا للاسف زي ناس كتير اتعودت انها تحشر مناخيرها في حياه وتصرفات الناس التانية بدون اي وجه حق. لما جيت فكرت في كلامها قلت لنفسي هي صح، انا مالي فعلا، خليني في نفسي. وفعلا من ساعتها اتعلمت ان خليني في حالي، ماليش دعوه باي حد ولا تصرفات اي حد الا لو هتاثر تصرفاته دي عليا انا بشكل ما. اللي خلاني بقى ايقنت ان هي فعلا صح، وان احنا فعلا صعبين جدا ونموت في السف، وان احنا نقول راينا على اي حد وفي اي حاجه، وان الموضوع ده كله مش فيا انا بس، لما سافرت مع اتنين من اصحابي اغلي وليسا ورحنا رحله لجبل منه تقدر تشوف بحيره في ناحيه والبحر في الناحيه الثانيه، ومن جمال المنظر اخذنا صور مع بعض للذكرى، ولما رجعنا سيدني البنت عادي رفعت الصوره بتاعتنا احنا الثلاثه مع بعض على الفيسبوك وعملت ليا تاج فيها، ولكن يا عيني يا بنتي ما كانتش عارفه ان خلال نص ساعه هيتكتب فوق الخمسين كومنت على الصوره. طبعا كل زمايلي وكل اصحابي كله بقى دخل يزيط ودخل يسخف، وايوه بقى يا عم ولع معاك، وكميه سف لدرجه ان البنت يا عيني خافت وقامت شايله الصوره من صفحتها لان هي مش فاهمه الكلام ده لانه بالعربي، وحست ان في حاجه غريبه بتحصل. احنا فعلا صعبين جدا للاسف، ولو وريتكم كم الرسائل اللي بتجيلي على الناس اللي مش عاجبها تسريحه شعري واني لازم اغيرها، او ليه ما اتجوزتش وانا شايف ان سنك كبر وانك لازم تتجوز بقى، هتعرفوا قد ايه فعلا الموضوع سخيف جدا، وان العاده دي صفه وحشه جدا وبتكره الناس في اي حد بيعملها. اي حد بيتغرب وبيسافر بره بلده بيكون مستني اول مره ينزل فيها بلده دي بفارغ الصبر، غير انه اكيد عايز يشوف اهله واصحابه بعد فتره الغربه والسفر الطويله قوي دي، كمان بيكون في حاجه كده جواه انه عاوز يثبت لكل الناس انه هو حقق حاجه، اللي هو انا سافرت واتغربت وطلع عيني اللي خلفوني، بس انا راجع اهو وانا الحمد لله واقف على رجلي وربنا فتحها عليا. وده ساعتها اللي انا كنت بفكر فيه، كل الناس قبل ما اسافر كانت عماله بتحذرني من خطوه الهجره دي، وانا ساعتها كان في حاجه جوايا اني كنت عاوز اثبت لكل الناس واولهم امي واصحابي وكل الناس اللي شككتني في الخطوه دي ان لا انا كنت صح، انا كنت شايف حاجه انتوا مش شايفينها. علشان كده بمجرد ما بدات اشيل شغل في المشروع بتاع هواوي دوت، وبالرغم من اني كنت قرفان منه، فكرت ساعتها ان ده انسب وقت ان ابدا بقى ارتب ان انا انزل مصر زياره اشوف امي واصحابي واوري الناس كلها ان الحمد لله قدرت اقف على رجلي وقدرت احقق الحمد لله ولو جزء بسيط من اللي انا جاي هنا احققه. دخلت حجزت طيران من سيدني لمصر، بس شفته شويه، حجزت في شهر 7 بحيث يكون انا دخلت المشروع ده في يناير،
قلت استنى يكون 6 شهور مثلا اكون اشتغلت معاهم في المشروع ده بحيث اكون شلت شغل ويكونوا كمان بدأوا يعتمدوا عليا، بحيث لما انزل مصر الاسبوعين دولت في شهر 7 يكون بدأت اشيل شغل، ولما ارجع من الاجازة بتاعتي يكون مكاني لسه مضمون وموجود في التيم. اسبوع بالظبط بعد ما حجزت تذكرة الطيران بتاعتي وبلغت لورين مديرتي ان انا في شهر 7 هاخد اسبوعين اجازة عشان انزل بقى مصر اشوف امي واقضي وقت شوية مع اهلي، قررت العالم كلها اتغيرت وبدأت حرب ما بين امريكا والصين واللي احنا لحد دلوقتي لسه بندفع ثمنها. في 2019 امريكا شنت حملة كبيرة جدا بتقول انها عندها ادلة ان شبكة المحمول، شبكة التغطية بتاعت الـ5G بتاعت شركة هواوي الصينية في خطر منها على الامن القومي للبلاد، اللي هي الشركة دي يعني هواوي شغالة فيها، وانها بتحذر كل الناس ان الحكومة الصينية وعن طريق الشركة دي بتشغل شبكات الاتصالات دي للتجسس لصالح الصين. طبعا استراليا وعلشان هي واحد من اكبر حلفاء امريكا وقفت في صف امريكا ودونالد ترامب، وبالرغم من ان شركة هواوي كانت مسيطرة على مجال الاتصالات والمحمول هنا في استراليا ومضي عقود بمليارات، طلعت قرارات بمنع هواوي من انها تشتغل في اي مشروع لتكنولوجيا الـ5G، وكمان اتسحبت من هواوي كمية مشاريع فلكية. القرارات دي كلها قلبت الشركة وبدأنا نحس ان مفيش اي حد امن على مكانه وكله بقى متوتر، كله كان بيحاول باي طريقة انه يبين نفسه وانه شغال، لدرجة حتى ان في اوقات كانت الساعة بتبقى 6 وانا جاي الساعة 9 الصبح، وانا شغلي اصلا المفروض يبقى من 9 لـ5 بس انا قعدت خلصت شوية حاجات والساعة بقت 6 واخد شنطتي على كتفي وخلاص خارج من المكتب، وكل الناس التانية لسه قاعدة اغلبهم صينيين وفي ناس تانية كمان مش صينيين، فكله وانا خارج بيقعد يبصلي كده وانا خارج، اللي هو كأني مثلا خارج الساعة 12 الظهر او كده، يا جماعة الساعة 6 وانا جاي الساعة 9. كله كان بيبصلي ساعتها اللي هو انت رايح فين، ده احنا قاعدين اهو وكمان المديرين قاعدين، اللي هو انت سايب كل ده ورايح فين. ساعتها كنت ببقى عايز اقول لهم يا جدعان انتوا اللي غلط، انا صح، انا جاي هنا الساعة 9، الساعة 6 انا بقالي هنا 9 ساعات بشتغل وانتوا بتحاسبوني على 8 ساعات بس، اللي هو انتوا اللي فيكوا حاجه غلط مش انا. الفكره ان 3/4 اللي قاعدين بس مناظر ولا بيعملوا اي حاجه اصلا، كله قاعد بس مستني اول واحد يمشي عشان ما يبقاش هو اول واحد، يبقى في حد غيره مشي يعني، وكله مستني المديرين، مع اول مدير بيمشي كله بياخد شنطه وبيمشوا، كل ده تمثيل، الناس دي مش قاعده بتشتغل، هو كله قاعد علشان بس خايف يمشي فما يتقالش ان فلان مشي فالمديرين ياخدوا بالهم فيبقى هو اول واحد يتسرح. الموضوع بس كله منظر مش اكتر علشان كله خايف على شغل. طبعا التوتر ده ظهر على كيت وبدأت تطلب مني شغل اكتر، وبدأت تطلبه مني كمان في وقت اقل، وانا بكره ان اشتغل تحت ضغط. في مرة خلصت شغلي وكان فاضل بس ان ارفعه على السيستم، والكمبيوتر بتاعي ساعتها كان مهنج، فاخدت الحاجة على USB ورحت على المكتب مديرتي لورن استخدم الكمبيوتر بتاعها بحيث ارفع الحاجة علشان امشي. الساعة بتاعتها كانت 5:30 وانا المفروض اصلا امشي الساعة 5، وانا برفع الحاجة لقيتها كيت جاي عليا وبتسألني انت بتعمل ايه؟ قلت لها بس انا برفع كل حاجة على السيستم من الكمبيوتر بتاع مديرتي يعني علشان امشي. هي طبعا بتسهر كل يوم علشان تبين للناس كلها انها بتشيل شغل وانها يعتمد عليها وان انا بسهر اهو يا جماعه، فلما سمعت ان انا ماشي ليه وليه بقى، وكمان يا ادم انت ما ينفعش اصلا تستخدم الكمبيوتر بتاع لورن علشان ترفع الحاجه على السيستم، اللي هو بتحاول تعمل معايا اي مشكله وخلاص. انا خلاص بقى كان فاض بيا، اللي هو ملعون ابو الشغل معاك يا شيخ، اللي هو انت اشتريتيني، وفعلا بدات ازعق وصوتي عالي لحد ما مديرتي لورين جات وقامت شدانا احنا الاثنين وقامت مدخلانا ميتنج روم، وانا ساعتها كنت بغلي ومش شايف قدامي وهاين عليا اقول لهم خلاص انا مستقيل، ابو ده مشروع على ابو دي شركه. اول ما دخلنا الاوضه لورين مديرتي حاولت تهديني لان صوتي فعلا كان عالي، بقالي شهور معبي من بنت الجزمه دي لدرجه ان من كتر قهرتي منها كنت بعيط على حالي، اللي هو انا عايز اقوم اهزقها ومرمط بكرامتها الارض على الطريقه اللي هي بتعامل الناس بيها، ولكن في نفس الوقت خايف ومش عارف اعمل حاجه علشان ما اخسرش شغلي. مرت الايام في هواوي وكل اسبوع اسمع من رامز ان هواوي مشت للاسف فلان اللي في المشروع الفلاني،
كل اسبوع او كل كام يوم واحد بيمشي. انا برضو بنفس الثقه الغريبه اللي معرفش كنت جايبها منين دي، كان عندي يقين ساعتها ان انا غير وان كل الناس بتمشي الا انا، وان هم استحاله يمشوني، انا شايل شغل والمشروع شغال، وكيني اكيد هيعمل معايا زي ما عمل معايا قبل كده، لو حصل اي حاجه في المشروع ده هيوديني مشروع تاني. فكان عندي ثقه غريبه ان انا غير وان انا عمري ما همشي، لحد ما جه شهر 7 قبل اسبوعين بالظبط من رحلتي اول مره انزل فيها مصر من ساعه ما جيت هنا استراليا، رحلتي اللي هنزل فيها اشوف امي لاول مره. لقيت جاذيب الاتش ار بتاع هواوي بيكلمني عشان كيني ساعتها كان عايز يشوفني. رحت ساعتها مكتب كيني، لقيت جاذيب هناك مستنيني، وعرفت ساعتها ان دوري جه. كيني شكرني جدا على الفتره اللي انا قضيتها في هواوي، وقال لي معلش يا ادم اديك شايف اهو المشاريع عماله تتسحب مننا، واحنا ما عندناش مشاريع جديده خالص الفتره اللي جايه. فقال لي انت كده خلاص ده اخر شهر ليك معانا اللي هو شهر 7، ومن شهر 8 من اول شهر 8 انت هتبقى حر. خرجت من عنده عمال افكر، يعني انا شغال في هواوي بقالي سنه وما ترفتش منها غير وانا نازل اشوف امي واهلي لاول مره بعد سنه ونص هنا غربه. نزلت مصر لاول مره جوايا احاسيس غريبه، هل اقول لامي واصحابي اني اترفدت من هواوي ولا لا اخبي على كل الناس بحيث ما احسش بنظرات الشماته منهم، اللي هو ما انت اهو زي ما رحت زي ما جيت، ما احنا قلنا لك وانت ما سمعتش كلامنا واصريت ساعتها ان انت تسافر، قلنا لك بلاش سفر بس انت اللي ركبت دماغك. نزلت مصر للاسف وانا نفسيا متدمر، وما كنتش اعرف ان بالرغم من كل اللي انا كنت بمر بيه ده في واحد مصري انا عايش معاه بقالي 6 شهور مستني فرصة نزولي مصر بفارغ الصبر علشان يجهز عليا اكتر ويطعني في ظهري ويثبت انه احقر واوسخ بني ادم انا شفته في حياتي.